من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون عذوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. فتح الله لك يا مولانا وتقبل الله منا ومنكم يا رب. جزاك الله خيرا يا محمد. تفضل حضرتك يا شيخ. الله يرضى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا. قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه. قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد
ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العظيم. الله يبارك فيك ويكرمك يا رب وإياكم. آمين آمين. جزاك الله خير شيخنا. أعظم الله تبارك وتعالى أجوركم وثبت أجركم. آمين. شكر الله لك يا شيخ. دكتور أحمد تفضل. Make sure you unmute yourself, please. Yeah, go ahead. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My dear respected brothers and sisters, مشايخي أساتذتي الكرام, جزاكم الله خير. جزاك الله خير شيخ عثمان. What a good recitation. ما شاء الله شيخ حمدي. I am just pleased and honored to be with you tonight. إن شاء الله والله يعني اشتقنا لكم كثيرا. We miss you all. And I am very, very saddened that the camp did not go through this year. إن شاء الله next year you'll have a beautiful camp again with everyone with us, and inshallah next year we'll have beautiful Ramadan with everyone with us, and inshallah we'll be seeing each other very soon. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us all. Before I get into the topic of discussion today, as we are reciting Surah Al-Isra, I want you to pay attention towards the end of Surah Al-Isra, when the last verse of Surah Al-Isra says what? قُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ قُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ. Have you ever thought how that verse is related to the surah after it? Surah Al-Kahf, what does it start by saying? أَلْحَمْدُ لِلَّهِ قُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ. And then the surah after it starts by أَلْحَمْدُ لِلَّهِ. You'll find that very common in many surahs in the Quran, that the concept or the theme or the topic continues from surah to another. At the end of Surah Maryam, when you are reading it, inshallah, tomorrow, Allah subhanahu wa ta'ala says, فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. What is that? We have made it easy with you to say it. What is it? The Quran. The surah after it, Taha, what Allah says, مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. So again, the continuation of the topics and the theme, there's so much fluidity and connectivity between the verses of the Quran. This science is called التناسب بين آيات القرآن أو التناسب بين سور القرآن. It's a very interesting topic that I would definitely encourage you, if you want to learn something new about the science of the Quran, is to learn about التناسب. And this is something that inshallah all of us will benefit. Last time I was with you, we spoke about the ibadah of dua and the importance of us paying attention to this ibadah and making sure that we use it in the month of Ramadan. One of the etiquettes of the ibadah of dua is to use some of the du'as that are mentioned in the Quran. Now, I'm sure all of you heard du'as in the Quran. When you are reading a surah in the Quran, you see in it a du'a. For example, Surah Al-Fatiha, it starts by saying, Allah says, اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. It's a du'a. It's a du'a. But from now on, maybe we should try to pay attention to these du'as. Maybe we can feel it better, we can benefit from it better, and Allah subhanahu wa ta'ala and make it happen to us more, inshallah. So when you are saying, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ, what does it mean? You're telling Allah, you're asking Allah to guide you to the right path. You know, we live in times that everyone claims to be on the right path. There are people on all kinds of extremes, and they're claiming they're the only ones on the right path. And sometimes we get confused. Who's the right person? Who's the right sheikh? Who's the right madhab? Which one is the right path? Well, when you are saying, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ, oh Allah, guide me to the straight path, to the right path. InshaAllah, Allah will help you be guided to the right path. So that's an example when you are reading a dua. When you are reading Surah Al-Baqarah, at the end of Surah Al-Baqarah, dua, right? رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا إِنَّ سِنَا وَأَخْطَأْنَا. Oh Allah, do not make us accountable for mistakes that we do without intention. In the middle of Surah Al-Baqarah,
الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Oh Allah, give us goodness in this life and goodness in the hereafter. This is a beautiful dua. Teach us balance between the extreme who followed the desires of this world and the other extremes who left this world, the monks and the ruhban, that they completely forgot about this world. Allah subhanahu wa ta'ala is teaching us balance. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. So these are du'as that we should all keep in mind when we are reading the Qur'an. And if you memorize the du'as of the Qur'an, and if you learn them, you are learning verses from the Qur'an. You can use them in your salah, you can use them in your qiyam, you can use them in your tarawih, you can use them in witr, and it will be much more beautiful when you are reciting these du'as with the language of the Qur'an. There are a few du'as that I'd like to share with you today they're called the du'as of the prophets. Many of you heard them before, but let us see how we can make them practical in our life, especially as we are going through such a challenging time. Some people right now either are getting sick, some people are losing loved ones, some people are losing jobs, some people are losing money, some people are losing business. So it is a difficult time. So what do we learn from those prophets who said these du'as, and how can we use them, inshallah, in our daily du'as? The first du'a is the du'a of Prophet Ayyub. Now all of us know that Prophet Ayyub alayhi salam was going through major calamity. He lost his business, he lost his house, he lost his children, died in front of his eyes. He lost his money, he lost his friends, he lost everything, and then at the end he lost his health. He became so ill to the point that if he has to go to the bathroom, his wife had to carry him to the bathroom. In the middle of all this, he teaches a beautiful dua. If you are going through some difficulty or some calamity, remember the dua of Ayyub when he said, رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. May Allah protect us all. God forbid one of us gets this coronavirus of COVID-19. This is a dua to say, رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Keep that dua in your mind. If you lost your job, say this dua, and Allah subhanahu wa ta'ala, inshaAllah, will make it easy on you. Will make it easy on you. The second dua is the dua of Prophet Lut. Now, Prophet Lut alayhi salam was living in a society that was committing all kinds of filth. And not only that, they're trying to push it on him to accept it. They want him to accept their lifestyle, they want him to accept what they're doing, and they want him to practice what they're doing. Sounds familiar? That's exactly what's happening around us nowadays. Not only the filth is being committed, but we are forced to accept it, we are forced to cheer for it, and not only that, we are forced to teach it to our children. So what did Prophet Lut say in this situation? He said, رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ. Oh Allah, save me and my family from what they are doing. Save me from the sin that they're committing, and save me from the punishment if it's going to happen to them. You look around you, you see people committing sins, and you have no control. You cannot change anything, and you barely can protect your children from it. This is a dua that comes handy. رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي إِنَّا يَعْمَلُونَ. Oh Allah, save me and my family from what they are doing. Another dua is the dua of Prophet Sulaiman. Prophet Sulaiman was very wealthy. How did he become wealthy? With a dua. When you are going through some financial problems, it's a dua. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا. Now you cannot say, لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي, because that Sulaiman already, alayhi salam, said it. But, oh Allah, forgive me and provide me rizq, provide me sustenance. Prophet Nuh, alayhi salam, he taught his people. What did he say? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ بِدْرَارًا. When you say istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala will give you more. Allah will give you rizq. If you are going through any problems right now, you lost your job, you lost your business, you're losing money, say astaghfirullah and repeat it every day. And that will bring to you, inshaAllah, more rizq. Another dua is a dua that has a nice story that happened after the Prophet ﷺ died. After the Prophet ﷺ died during the time of Umar, Sa'd ibn Abi Waqqas one day was going to the masjid. He walked into the masjid, he saw Uthman ibn Affan. He said, Assalamu alaykum. Uthman looked at him and did not respond. So Sa'd ibn Abi Waqqas considered that a major issue. He went and complained to the Khalifa, to Umar ibn Khattab, and he said, is Islam okay today? Is there any problem in the Ummah? Is there a major disaster in the Ummah? And Umar ibn Khattab said, no, why are you asking?
He said, I walked into the masjid. Uthman was there. I said, Assalamu alaikum. He did not respond. Now, Umar ibn Khattab did not tell him, come on, get over it. Are you serious, man? No. He considered that a serious problem. He immediately sent someone to bring Uthman. Uthman came and he said, Ya Uthman, your brother said salam to you and you did not respond. What happened? He said, never. I don't remember doing that. So Sa'd ibn Waqqas reminded him and he told him this and that. And Sa'd Uthman said, you are right. I am sorry. I was in the masjid and I was sad about something happened during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. One day, if you remember, we were sitting all with the Prophet alayhi salatu wasalam, and he said, I want to teach you a dua that if you say it, Allah will replace your sadness with happiness. Allah will take away the things that are bothering you and give you things that will make you happy. And right when he wanted to teach us the dua, a Bedouin came from out of town, sat down with the Prophet and interrupted us and started talking to him for hours. So the Prophet ﷺ did not get the chance to tell us the dua. And we forgot to ask him the next day. And he died without us learning that beautiful dua. Sa'd ibn al-Waqqas says, I remember that night, but I have some good news for you. I followed the Prophet to his house and I asked him, what was the dua that you wanted to teach us? And the Prophet ﷺ said, the dua of Akhi Yunus, the dua of Prophet Yunus. If you say, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin, Allah will replace your sadness, your difficulty with ease and happiness. If you are going through any difficult time nowadays, repeat this every night. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Keep repeating this dua all the time if you are going through difficulty. You'll be amazed how happy you will be afterwards. That's a dua that we should use it when we are going through some difficult times. Another dua came from Asiya, the wife of Fir'aun. Asiya was living with a tyrant, with a dangerous man, abusive. He declared war against Allah subhanahu wa ta'ala. He claimed that he is Rabbukum al-A'la, the supreme God. And she was terrified from him, scared from him. She cannot talk to him. But she was patient and she made dua to Allah subhanahu wa ta'ala. What did she say? رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَلَيْهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Oh Allah, I ask you to save me from Fir'aun and his actions and from his people and build a house for me in Jannah. There are women in our community who are living with Fir'aun in their houses, who are living with tyrants, and they cannot do anything about it. Allah subhanahu wa ta'ala is listening to you, and Allah sees your tears, and Allah hears your pain. So remember this dua at night when you're by yourself. Say, رَبِّ ابْنِي لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Oh Allah, build a palace for me, build a house for me in Jannah, and save me from Fir'aun, his actions, and his people. This was another dua that you can use during the times of difficulty. Two du'as that I'd like to finish with, inshaAllah. The du'a, if you care about the ummah, about the faith, about your religion, about Islam, this is a nice du'a to say. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Oh Allah, do not make me a reason for the disbelievers to think they are right. Do not make me a reason for others to hate Islam. Do not make me a reason for others to have misconceptions about Islam. You know, as Muslims who live in America, we have a big burden on our shoulders. We have a big responsibility that when we are acting, people are going to look at us and they're going to judge Islam based on our actions. You're wearing the hijab and you do something wrong, people are going to say, look at Islam and Muslims. If your name is Ahmed or Muhammad or you look Muslim, and people look at you when you're acting, they're going to judge your faith based on your actions, whether it's good or bad. If you do something good, they will say Muslims are good. If you do something bad, they will say Islam is bad or Muslims are bad. So the dua is, Ya Allah, do not make me a reason. Do not make my actions. I'm human, Ya Allah. I have shortcomings. I am weak. Sometimes I might lose my temper. Sometimes I might do something wrong. Ya Allah, do not make my actions. Do not let my actions make people judge Islam in a wrong way or in a negative way. This is a very powerful dua if you care about the image of Islam and the reputation of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Keep it all the time in your mind. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Another dua if you care about the ummah and the believers themselves. There is
Surah Al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala describes three groups of people. Al-Muhajirin, the immigrants who came from Mecca to Medina. Al-Ansar, the people who waited for them and supported them. الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. The second verse, right after it, Allah said, والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. So Allah described the most honorable group of Muslims to live after the Prophet صلى الله عليه وسلم. The best Muslims, al-muhajirin and al-ansar. The Prophet said, خير القرون قرني. The best Muslim generation is my generation. Then the ones after them. Then the ones after them. So the Prophet told us that al-muhajirin and al-ansar are the best groups of Muslims, the best Muslims ever to walk on earth. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Hashr mentions a third group. They had the honor to be mentioned with al-muhajirin wal-ansar. What did this group do to deserve that honor? Look what Allah describes them by saying, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. Number one, they did not live with them. They came later on, future generations. Could be us. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. They say, oh Allah, forgive us and forgive our brothers and sisters who came before us. And then number three, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Do not leave any bad feelings in our hearts towards any believer. This is a dua. If you want to have the honor to be among this group that was mentioned with the Muhajirin wal Ansar, these are three things you can do. Number one, you got it. You're from the future generation. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. Number two, ask for your forgiveness and forgiveness for people before us. Oh Allah, forgive me and forgive my grandparents. Oh Allah, forgive the Tabi'een. Oh Allah, reward the Ansar, reward the Muhajirin. Oh Allah, pray, make dua for those who came before us. And then make dua that Allah will clean your heart from any bad feeling. The famous story about the man who walked into the masjid and the Prophet said he found the people of Jannah. And Abdullah ibn Umar, the son of Umar, went and found and stayed in his house and to find out why. And then after 3 days, he could not know why. He asked him, why? Why do you think the Prophet said you're among the people of Jannah? The man said, I don't know. You see me, I don't do anything special, but maybe because of what I do before I go to sleep. He said, what do you do before you go to sleep? He said, I ask Allah to clean my heart from any bad feelings towards anybody and to forgive anyone who harmed me today. This is a dua that you can say every night. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. These are several du'as that I shared with you today from the Quran. There are so many du'as in the Quran. There's so many occasions that you can use these du'as in. I would say, go to any search engine, write down the du'as of the Quran and read them. You'll find many of them. Read them. There are du'as for your children. There are du'as for your parents. There are du'as for yourself. Keep reading those du'as and ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward you for that and ask Allah subhanahu wa ta'ala to answer your du'as. Jazakumullah khair for listening. It was my pleasure to be with you again. And I'm looking forward, inshallah, to see you soon, whether in person or virtually. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept from us all. And may Allah subhanahu wa ta'ala reward us the highest levels of Jannah and make us among those who will be redeemed and achieve salvation from the hellfire in this beautiful month. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah kulli khair, Dr. Ahmed. Rabbana yabarak lana fiyak, ya Rabb. Rabbana yahfazak, yabarak lana fiyak, yajzik kulli khair. Allah yabqabbal, ya Rabb. جزاك الله خير دكتور احمد. So inshallah I have one announcement, important one about tomorrow night. Tomorrow night inshallah we're going to have with us a very famous reciter, Sheikh Ramadan Soboh. He's an Egyptian reciter inshallah. He will be with us tomorrow night. And so try to tell everybody to attend inshallah to listen to his recitation. The other thing is about the Zakat al-Fitr, inshallah. Remember, we're starting to collecting Zakat al-Fitr so that we can give it out for people before the end of Ramadan, the one who deserve. So please try to pay it as soon as possible, either through our website at ichla.com.org,
or by dropping your checks at the masjid. You know, there's a drop box right at the entrance door on the left hand on the left hand side. Remember, tomorrow there's a virtual khutbah by Sheikh Hamdi, just the khutbah, you know, at 1 at our YouTube channel. And inshallah, that's it for me, inshallah. You can, who's going to make the adhan to the, tonight, inshallah? How much do you have? Anas, inshallah. Now, go ahead, inshallah, and call the adhan, jazakumullah khair. Allah barakhi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وعلى آله وصحبه وسلم Go ahead, Dr. Muhammad, you're on. Okay, inshallah. Inshallah, towards the end of this surah, there will be a sajda, inshallah. So we'll do the sajda together, inshallah. Okay. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقَ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا
فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرؤون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله أكبر الله أكبر قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما علينا صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا ما شاء الله تقبل الله منا منكم يا شيخنا ما شاء الله عليك تقبل الله يا رب وياك مسؤول الشيخ الله يرضى عليك تفضل حضرتك الله يبارك فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا
كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقارا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل له موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم. الله يبارك فيك يا شيخ عثمان ويبارك فيك يا أخ محمد الكاتب. ربنا رب ينفع بكم ويجعل ثقل الموازينكم يوم القيامة إن شاء الله. My request for my brothers and sisters إن شاء الله it is easy now إن شاء الله أفطر دعاء في الشيخ عثمان إن شاء الله to finish the surah either in your salah صلاة العشاء عند القيام or by yourself to الحمد لله the night of Friday to read سورة الكهف completely الحمد لله we from the beginning till verse 74 so inshallah the remaining will take about 10 minutes to finish سورة الكهف to get the reward of reciting سورة الكهف tonight inshallah so inshallah if you have some ginger يا شيخ عثمان drink some and do your دعاء tonight inshallah حاضر الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد في الآخرة والأولى ولك الحمد أبدا أبدا اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالصيام والقيام ولك الحمد ببعثة الحبيب العدنان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم وأحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله اللهم واسقنا من حوضه الشريف بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا وجميع المسلمين والمسلمات من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا الله من أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا العظيمة هذه من عتقائك من النار ومن عبادك المقبولين الفائزين. اللهم أعتق رقابنا في هذا الشهر الفضيل من النار، أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، أعتق رقاب إخواننا وأخواتنا من النار، أعتق رقاب أزواجنا وأولادنا وبناتنا من النار، أعتق رقاب كل من علمنا من النار، أعتق رقاب كل من كان له فضل علينا من النار، أعتق رقاب كل من أوصانا بالدعاء من النار، أعتق رقاب جميع المسلمين والمسلمات من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نسألك العلا من الجنة، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك مرافقة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونعوذ بك من النار ومن سقر النار ومن حرع النار ومن زمهرير النار ومن غسلين النار ومن زقوم النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. جزاك الله كل خير، ربنا يتقبل يا رب. جزاكم الله كل خير، الله يكرمك يا رب، يتقبل هذا الدعاء، يتقبل هذه التلاوة وهذا الجهد، واجعله في ميزاننا أجمعين إن شاء الله. الأخ أسامة لو عندك حاجة تانية إن شاء الله. أخ جودة إن شاء الله. This is it. It's a wrap. إن شاء الله. جزاكم الله خير. الله يحفظك يا رب. إن شاء الله tomorrow morning إن شاء الله we have brother Suhail with us at 5:15 إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم.